خلال اجتماعين منفصلين مع شركتين أسترالية ونرويجية، رئيس السيسي وجهه بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم مشروعات الطاقة الخضراء والنظيفة. تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الرؤى الدستورية الإفريقية يتصدران أجندة اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية. عقب تنصيبه رسميا ملكا لبريطانيا، الملك تشارلز الثالث يتعهد بتكريس حياته لخدمة الوطن. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإسراع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة من الخبرات المتطورة للشركات الأسترالية في هذا المجال، وذلك في ظل الاهتمام الذي تليه مصر لمواكبة التوجه العالمي بنشر استخدامات الطاقة المتجددة، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية التي تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي أندرو فورست رئيس شركة FFI الأسترالية للطاقة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الشركة الأسترالية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بما فيها مشروع إنتاج طاقة كهربائية بمقدار 9.2 جيجا وات من الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين الصناعات ذات الصلة بتوليد الكهرباء من الشمس والرياح كالألواح الشمسية وتوربينات الهواء. من جانبه، ثمن رئيس الشركة الأسترالية القدرات الكبيرة والموارد الكامنة التي يمتلكها قطاع الطاقة المتجددة في مصر، والتي تؤهلها لأن تكون أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء، مؤكدا حرص الشركة الأسترالية على التعاون مع مصر في هذا المجال، إلى جانب الاستفادة من إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة. كما اجتمع الرئيس السيسي مع تيريب كيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة. تناول الاجتماع بحث تعاون مع الشركة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح. وخلال الاجتماع أكد الرئيس السيسي اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي نظرا للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية. من جانبه، أعرب رئيس شركة سكاتيك عن الاهتمام البالغ الذي تليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، لا سيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في شهر نوفمبر القادم، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مجال الطاقة المتجددة من الرياح والشمس. أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي أن الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره توجب على الدول الأفريقية تبادل الرؤى الدستورية والأفكار القانونية لما يعرض من مسائل تحتاج لقرارات عاجلة. جاء ذلك خلال كلماته أمام اجتماع القاهرة 6 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية بحضور رئيس الوزراء، حيث أوضح المستشار بولس فهمي أن الاجتماع اتخذ قضية تنمية الشعوب الأفريقية عنوانا له. الظروف المعاصرة التي تجتاح العالم بأسره وإفريقيا في القلب منه توجب علينا تبادل الرؤى الدستورية وتداول الأفكار القانونية فيما يعرض من مسائل لا تحتمل إلا إنجازا آنيا، ولذا فقد تراءى للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا المصرية إنشاء ملتقى بحثي بمسمى المركز الإفريقي للبحوث الدستورية والقانونية، يشرفني أن أعرض أهدافه التفصيلية
وأدوات تنفيذه ووسائل إدارته في إحدى جلسات عمل الاجتماع، متوخياً من ذلك أن يكون إنشاء هذا الملتقى البحثي تطبيقاً عملياً للرؤى التي يفرزها اجتماعنا في دورته السادسة. وفي كلمته أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مصر تفتخر بانتمائها الأفريقي، مشددا على أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف وتوحيد الرؤى لمواجهة مختلف القضايا والتحديات النوعية. كما أكد رئيس مجلس النواب أن مصر بكافة مؤسساتها تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة. لعلكم تتفقون معي أن قارتنا الأفريقية أحوج ما تكون الآن أكثر من أي وقت مضى إلى التكاتف على كافة الأصعدة والمستويات في مواجهة التحديات المتشابكة والمعقدة، لتعزيز التنسيق والتعاون في مواجهة تلك القضايا والتحديات النوعية، خاصة على صعيد التعاون القضائي وتبادل الأفكار والخبرات، لا سيما في ظل موجة عنيفة من الإرهاب أضحت معها ثمة حاجة ملحة لتوفير غطاء قانوني واستباقي لمواجهة تلك الظاهرة البغيضة وغيرها من القضايا والإشكاليات التي نحمل على عاتقنا جميعاً مواجهتها. وفي هذا الإطار تولي الدولة المصرية بكافة مؤسساتها أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية الشقيقة، انطلاقاً من اعتزازها بالانتماء الأصيل لقارتها الأفريقية. من ناحية أخرى، أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية صار رمزاً وشاهداً على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا والإخلاص والرغبة في تبادل الرؤى. وفي هذا الإطار شدد رئيس مجلس الشيوخ على أن مصر ترحب دائماً بكل أفريقي يحمل راية البناء والتنمية لرفع شأن قارتنا. دواعي الشرف والامتنان أن أقف بينكم اليوم لنشهد معا بناء جديدا في صرح مؤتمرنا الذي بكم وبحمد الله تعالى ورعاية كريمة من القيادة السياسية المصرية الواعية صار رمزا ونبراسا وشاهدا على إرادة صلبة لأبناء أفريقيا اجتمعت فيه كلمتهم على أن تكون مداولاتهم هي جوهر لقاءاتهم، والإخلاص والرغبة الأكيدة في إيجاد الحلول وتبادل الرؤى والمشورة هي رائدهم، ومن ثم لم يعد مستغرباً أن يكون النجاح حليفهم. إن قارتنا الأفريقية تذخر بمواردها الطبيعية الهائلة، منها ما تتشارك فيه العديد من دول القارة، وهذه الموارد ملك لشعوبنا، نلتزم دائما بالمحافظة عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها. وقد أضحى هذا الالتزام مبدأ دستوريا ساميا حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صلبها، وهو ما يوجب على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية. إن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خياراً مطروحاً، وإنما أضحى التزاماً وواجباً على جميع دول القارة في عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية تفرض علينا جميعاً التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف.
كما إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يلقي على عاتق حضراتكم في اجتماعكم رفيع المستوى مسؤولية البحث وتبادل الفكر ووضع مبادئ مشتركة وضمانات دستورية لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية بحسبانكم خيرة عقولها وكبار قضاتها. وإن جمهورية مصر العربية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في قارة إفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في شتى المجالات. كانت أعمال اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا قد انطلقت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. يشارك في الاجتماع 40 دولة أفريقية يماثلها 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا. ويناقش الاجتماع القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الأفريقية، كما يستهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستوري بين دول القارة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر اجتماع المحاكم الدستورية الإفريقية مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. بعد التحية محمود، يعني ضعنا في تفاصيل الاجتماع وما تضمنه من فعاليات ومناقشات حتى الآن. أهلا وسهلا بكما وبكل السادة المشاهدين. بالفعل نتواجد لمتابعة الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمجالس والمحاكم العليا الإفريقية. هذا الاجتماع الذي ينطلق للعام السادس برعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النسخة السادسة لهذا الاجتماع الذي يحظى بأكبر عدد من القضاء المشاركين ورؤساء المحاكم الدستورية عن النسخ السابقة. نتحدث عن مشاركة 40 دولة إفريقية بواقع 51 من رؤساء المحاكم الدستورية وعدد كبير من القضاء الذين يمثلون المحاكم العليا الأخرى. انتهت الجلسة الافتتاحية التي حضرها عدد كبير وقامات قضائية كبيرة، وتشرفت هذه الجلسة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. ثم انتهت أيضا الجلسة الأولى من فعاليات اليوم التي كانت تحت عنوان الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، وأيضا بدأت الجلسة الثانية التي لا زالت تنعقد حتى الآن وهي الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين. هذه النسخة تأتي تحت عنوان دور الرقابة الدستورية في تحقيق التنمية للشعوب الإفريقية، وهذا ما تحدث عنه المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال لقاء خاص لنا منذ قليل، وأكد على أن تحقيق التنمية للشعوب الإفريقية تأتي على أجندة المؤتمر من خلال التوصيات التي سيخرج بها المؤتمر، وسيكون هناك متابعة لهذه التوصيات تشريعيا وقضائيا وتنفيذيا أيضا لتحقيق هذه العدالة وهذه التنمية للشعوب الإفريقية. أيضا اليوم تم الكشف عن يعني تفعيل التوصيات السابقة للاجتماعات الخمسة السابقة، وهي إنشاء مركز للدراسات والأبحاث الدستورية العليا الإفريقية، وهذا المركز سيكون له يعني التشاور والتواصل بين رؤساء المحاكم الدستورية وأيضا بين الباحثين في القضاء الدستوري. أيضا يعني سيكون هناك بعض المحاور الهامة التي ستكون على أجندة المؤتمر، منها الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، وأيضا العدالة الاجتماعية من منظور ودور القضاء الدستوري في حماية وسلامة المجتمع. من خلال لقائنا بعدد من رؤساء المحاكم الدستورية عبروا عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية هذا الاجتماع، وأنه دائما يحرص على التواصل مع الدول الأشقاء الأفارقة، وهذا الاجتماع الهدف منه هو تحقيق التواصل في القضاء الدستوري ما بين رؤساء المحاكم. رئيس المحكمة الدستورية العليا للجزائر أكد على أن هذا الاجتماع سيضيف للجزائر العديد من المعلومات التي بالطبع ستعود على النظام القضائي الدستوري في الجزائر، وهو فرصة أيضا للتواصل بين رؤساء المحاكم الدستورية الموجودة
موجودة لتحقيق نظم أفضل في القضاء الدستوري، والعمل أيضا على تحقيق الأجندة والمحاور التي سيتم مناقشتها. اليوم الأول لهذا الاجتماع، وهو سيستمر لمدة 3 أيام، سيكون جلسة الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة التي انتهت، والجلسة التي تنعقد الآن وهي جلسة الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، وسيتم استكمال الجلسات في الأيام القادمة من خلال هذا الاجتماع الذي يحظى بعدد كبير من رؤساء المحكمة الدستورية العليا، ويحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه هي الصورة لليوم الأول من فعاليات الاجتماع 6 رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. والآن عودة إليكم مرة أخرى. محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان أحلام ميداني مهدي. جاء ذلك في إطار زيارتها لمصر لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. وأعرب عبد الوهاب عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني والعمل على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان. من جانبها عبرت الوزيرة السودانية عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة المصرية وبصفة خاصة آلية التعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين وإعداد الخريطة الاستثمارية للمشروعات. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 444 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي السلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 67 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 703 قضايا، من بينها 125 قضية خبز ناقص الوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعه 6 بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أنه من المقرر أن يستكمل المجلس في اجتماعه اختيار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية، وكذلك البت في اقتراحات مقدمة من أعضاء بالمجلس وأطراف بالحوار بإعادة تقسيم بعض هذه اللجان، وإعمالا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار. فسوف يصدر مجلس الأمناء فور انتهاء اجتماعه بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص موضوع اجتماعه وفعاليات الحوار الوطني على وجه العموم. قال الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا إنه سيعمل على الوفاء بمسؤولياته ومهامه، وأنه سيتقيد بالتقاليد ودعم الحكومة لمصلحة الجميع.
مؤكدا أنه سيكرس ما تبقى من حياته لأداء تلك المهام. جاء ذلك خلال تلاوته قسم الولاء والقيام بواجباته الملكية أمام مجلس اعتلاء العرش ومراسم تنصيبه ملكا على عرش بريطانيا. أنا أدرك جيدا طبعا هذا الإرث العظيم والمهمات والمسؤوليات العميقة أو الثقيلة التي الآن انتقلت إلي، وبتحمل هذه المسؤوليات فإنني أتطلع لأن أتابع المثال الملهم الذي وضعته، وذلك باحترام الحكومة الدستورية وبالبحث عن السلام والتناغم والازدهار لكل شعوب هذه الجزر وأيضا في أراضي الكومنولث وفي جميع أراضي العالم. كان أعضاء مجلس اعتلاء العرش قد اجتمعوا قبل إعلان تشارلز ملكا لبريطانيا في قصر سانت جيمس بلندن. هذا وقد تمت مراسم التتويج عبر تحية بنيران البنادق وقراءة البيان في لندن وعبر الأركان الأربعة للمملكة المتحدة، ومن ثم يعلن البرلمان الولاء للملك الجديد ويقدم تعازيه في وفاة الملكة قبل أن يستقبل الملك الجديد رئيسة الوزراء والوزراء الرئيسيين. هذا وتجمعت حشود الشعب البريطاني أمام قصر سان جيمس في لندن، وذلك أثناء تلاوة ديفيد وايت كبير الرسل في بريطانيا البيان الرسمي لتنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا. أهلا بكم من جديد. ما زلنا مع الشأن البريطاني، ففي خطابه الرسمي الأول الذي ألقاه أمس بعد تتويجه رسميا ملكا للمملكة المتحدة خلفا لوالدته، تعهد الملك تشارلز الثالث بتكريس حياته لخدمة الوطن. الخطاب شمل تعهدات عدة تركزت على خدمة الشعب البريطاني والتمسك بالمبادئ الدستورية. في أول خطاب رسمي يلقيه الملك الجديد للشعب البريطاني بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، جدد الملك تشارلز الثالث تعهداً قطعته والدته إليزابيث منذ أكثر من 7 عقود بتكريس الحياة لخدمة شعب المملكة المتحدة. والدتي العزيزة كانت إلهاماً ومثالاً بالنسبة لي ولكل عائلتي، ونحن طبعاً مدينون لها كأي عائلة تدين لأمها لحبها وعاطفتها وإرشادها وفهمها ولمثلها. الملكة إليزابيث قد عاشت حياة رائعة، وأيضا هي
قد حزنا عليها وعلى موتها بعمق، والوعد بالخدمة الطويلة أنا أجدده لكم اليوم جميعا. فمع الحزن الشخصي والذي نشعر به أنا وعائلتي، فإننا نتقاسم مع العديد منكم في المملكة المتحدة وفي كل الدول، حيث الملكة كانت قائدة للدولة في الكومنولث وفي كل العالم، شعورا كبيرا بالامتنان لأكثر من 70 عاما، والتي كانت فيها أمي ملكة وخدمت العديد من الدول. الملك تشارلز الثالث الذي ظهر بملابس حداد سوداء كاملة وبجواره صورة الملكة الراحلة، أوضح في كلمته أن إليزابيث الثانية لطالما ساعدت دولا كثيرة ورسخت حياتها لخدمة شعب المملكة، متعهدا بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في الأمة البريطانية واحترام المؤسسات الوطنية وخدمة المواطنين سواء في المملكة المتحدة أو في المناطق والأقاليم التابعة لبريطانيا في جميع أنحاء العالم. ملك بريطانيا، وإن كانت سلطته لا تعد كونها شرفية، إلا أن الشعبية الكبيرة التي حظيت بها الملكة الراحلة جعلت من المنصب الملكي محط الأنظار بشكل مستمر. وفي خطابه قال الملك تشارلز الثالث أيضا إن نجله الأكبر الأمير ويليام سوف يخلفه في لقب أمير ويلز، ما يعني أنه بات الوريث الشرعي للعرش، وأن زوجته ستكون أميرة لويلز. الملك تشارلز لم ينسى أن يعبر خلال خطابه عن حبه لابنه الآخر هاري وزوجته ميغان ماركل مع استمرارهما في حياتهما خارج البلاد، في رسالة تأتي بعد فترة من التوتر بين الزوجين والعائلة المالكة إثر قرارهما الانفصال والتنازل عن الألقاب الملكية والحياة الرسمية. معي للمتابعة من لندن هاتفيا السيد كايد عمر الكاتب والمحلل السياسي. سيد كايد، تابعنا مراسم تنصيب الملك تشارلز ملكا للمملكة المتحدة وما شملته بالطبع من مراسم ملكية، قراءتك للكلمات التي حملتها أولى خطاباته الرسمية. هذه الكلمات التاريخية من قبل الملك تشارلز الثالث هي تعتبر بداية لحقبة جديدة من حكم الملك الجديد. هو طبعا يترحم على والدته ويعبر عن حزنه لفقدانها، وطبعا هذا شيء يعني أكيد يعني ملهم وصعب بالنسبة له، ولكن في نفس الوقت هو يدرك مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه الآن، ويريد أن يأخذ هذه المسؤولية بكل جدية وبكل يعني حزم وبكل حماس، وهو بالتأكيد يتطلع إلى مرحلة جديدة من حكم بريطانيا وكل الدول والمؤسسات التابعة لدول الكومنولث. وطبعا بالتأكيد هو الشخص الذي يعني تربى وترعرع في رعاية الملكة، وهو تعلم منها الكثير وشاهد كافة الطقوس وكافة العادات والتقاليد الملكية، وهو يعني هو الشخص المناسب لكي يقود بريطانيا من هذه اللحظة وإلى الأمام، إلى بر الأمان وإلى الازدهار وإلى تطوير عمل العائلة المالكة لما هو أفضل وما هو عصري وما هو جديد بما يتطلبه المرحلة من قيادة حكيمة لهذه البلاد بوجود الكثير من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. فهو طبعا يأتي إلى الحكم بعد يعني عمر يناهز 73 سنة، وهو طبعا يأتي إلى الحكم في سن متأخر، ولكن هذا السن يجعله الأكثر مؤهلا لقيادة البلاد بكل حكمة وبكل علم ودراية وبكل خبرة. فنحن سعيدون بقدومه ومتفائلين ومتطمئنين بأنه سيكون يعني الرجل المناسب الذي سيأخذ بريطانيا إلى مرحلة جديدة من التطور والازدهار. وأنا على علم يعني ورأيت
الملك تشارلز الثالث، وهو يعني مقرب من الكثير من الدول العربية في الشرق الأوسط، وهو زار في الفترة الأخيرة جمهورية مصر العربية والأردن وفلسطين وبعض الدول الخليجية، فهو يعني إنسان مطلع وزار كافة دول العالم تقريبا، ولديه علاقات واسعة، وهو يعني سيكون يعني نشط في الحراك الدبلوماسي والدولي، وسيزور دولا كثيرا، وهو طبعا يعني ما زال في منتصف العمر ولديه الشباب ولديه الطاقة والحيوية ولديه كافة المؤهلات وكافة الوسائل لكي يقوم بعمل رائع. نعم، يعني هو ملك جديد ونحن أيضا نشهد عهد رئيسة لوزراء جديدة، هل يضفي ذلك أو يساعد ذلك على الجديد الذي تأمله في المشهد البريطاني سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الاقتصادي، خاصة أن يعني مبادئ الملكية في بريطانيا تحكمها عادات وتقاليد ومبادئ تشريعية أيضا؟ بالتأكيد نحن نتحدث عن ضخ دماء جديدة لقيادة بريطانيا، سواء يعني رئيسة وزراء جديدة في بريطانيا وهي متحمسة أيضا لتقدم ما هو أفضل ولحل الأزمات الاقتصادية ولحل الأزمات السياسية التي تعصف في بريطانيا وخارج بريطانيا، وأيضا هناك دماء جديدة في العائلة المالكة تستلم الحكم وتريد أن تدير دفة الأمور من خلال عائلة مالكة جديدة. الآن الملك تشارلز الثالث يستلم العرش وولي عهد جديد، وهو ابنه الأمير ويليام والذي استلم إمارة ويلز، وطبعا هناك سيكون تغييرات داخلية داخل العائلة المالكة، وسيكون هناك نشاط يعني قوي ومتحمس ومفيد للجميع. نعم، لكن مفيد على المستوى الاقتصادي نتحدث تحديدا عما يمكن أن يقدم، يعني تحدثت عن توقعك لحالة من النشاط يمكن أن يقوم بها الملك تشارلز على الصعيد الاقتصادي، لكن ما يعود على الشعب البريطاني بالنفع اقتصاديا؟ يعني بالتأكيد نتمنى أن تنتهي الحرب في أوكرانيا وروسيا وأن تعود الأمور إلى مجاريها وأن يعود تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا وأن يعني تهبط أسعار البترول وأسعار الطاقة والكهرباء والغاز، وهذا ما سيساعد ليس فقط بريطانيا بل سيساعد كافة دول العالم، ولكن من المؤسف جدا أن تستمر هذه الحرب الذي لا داعي لها. من الممكن حل الأمور بطمأنة روسيا على مصالحها الأمنية والاقتصادية، وبالتالي أيضا طمأنة أوكرانيا على سيادتها وعدم تدخل روسيا في شؤونها إلى آخره. وطبعا أنا أرى أن هذه المشكلة في أوكرانيا وروسيا هي ليست فقط مشكلة بين روسيا وأوكرانيا، بل هي مشكلة تناحر ما بين الدول العظمى، و هذا يعني طبعا بريطانيا سيكون لها الدور الكبير في المحاولة لإيجاد حل لقضية أوكرانيا ومواجهة التحديات الدولية والداخلية. الاقتصاد من الممكن تحريكه بسياسات اقتصادية يعني تنعش الاقتصاد البريطاني من جديد. نحن يعني قلقين جدا من أن العملة البريطانية الجنيه الاسترليني لقد هوى إلى أدنى مستوياته منذ عقود، وطبعا النمو الاقتصادي هو أيضا لا نرى نمو اقتصادي جيد، وهناك أيضا تضخم أكثر من 11%، وهناك ارتفاع للفوائد في البنوك وصعوبات للشباب للاقتراض وإلى آخره من المشاكل الاقتصادية التي يجب حلها أيضا. نعم، أشكرك جزيلا السيد كايد عمر الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف. We'll be right back.
رجحت وزارة الدفاع البريطانية أن يكون الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية جنوب أقليم خاركاف قد جاء مفاجئا للقوات الروسية، مشيرة إلى أن الهجوم أحرز تقدما وأسفر عن استعادة عدة بلدات ويقترب الآن من مدينة كابيانسك. وأوضحت الوزارة في تحديثها الاستخباراتي اليومي بشأن الوضع في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية شنت عمليات هجومية في جنوب إقليم خاركييف في 6 سبتمبر الجاري، وتقدمت العناصر الرئيسية لمسافة تصل إلى 50 كيلومتر على جبهة ضيقة داخل الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا سابقا، مشيرة إلى أن الوحدات الأوكرانية فرضت سيطرتها على عدد من البلدات وحاصرت عددا آخر. بحث رئيس الوزراء الأوكراني مع وزيرة الخزانة الأمريكية خلال اتصال هاتفي سبل دعم أمن الطاقة وزيادة العقوبات ضد روسيا. وقال رئيس وزراء أوكرانيا إنه ممتن لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإرسالها طلبا إلى الكونغرس لصرف 11.7 مليار دولار إضافية. وأضاف أنه ناقش أمن الطاقة وأطلع وزيرة الخزانة الأمريكية على الخطوات التي اتخذتها حكومتهم لتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي وإطلاق برنامج جديد للتمويل. أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وذلك لدى وصولها إلى كييف في ثاني زيارة لها إلى العاصمة الأوكرانية. الزيارة غير المعلنة مسبقا جاءت إظهارا لدعم برلين الراسخ لأوكرانيا في مواجهة روسيا، حيث أوضحت بيربوك في بيان أنها توجهت إلى كييف لتظهر أن بإمكان الأوكرانيين الاعتماد عليهم وأنهم سيواصلون الوقوف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا من خلال إمدادات الأسلحة والدعم الإنساني والمالي. Menschenleben zu retten. Es geht in diesen Zeiten nicht. أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية توجيهات بشأن سقف سعر غربي مقترح لصادرات النفط الروسية. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن مشتري الخام الروسي بأسعار أعلى من الحد الأقصى يمكن أن يخضعوا لعقوبات بسبب انتهاكاتهم لتسعيرته. وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها رومانيا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم عبر القطاعات الصناعية المختلفة بسبب تضررها من الأزمة الراهنة في أوكرانيا، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمة المؤقتة. وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية والمسؤولة عن سياسة المنافسة مارغريت فيستاجر إن الأزمة الأوكرانية لا تزال تلقي بتداعيات سلبية على اقتصاد الاتحاد الأوروبي والشركات عبر القطاعات المختلفة، وهذه الخطة ستمكن رومانيا من تخفيف مشاكل نقص السيولة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة بسبب الأزمة الجيوسياسية الحالية والعقوبات ذات الصلة. at det faktisk bliver til virkelighed. Det er ikke noget, jeg gør alene. Det gør jeg sammen med mine kolleger i kommissionen. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة سكاتك ونائب النرويجية ونائب رئيس الشركة للمشروعات لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون في تنفيذ المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وتوطين الصناعات المغذية لها. وأعرب وليد جمال الدين عن جدية المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الكيانات الكبرى التي قامت بتوقيع مذكرة التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر بالإضافة إلى جاهزية المنطقة الاقتصادية لهذه المشروعات. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية الالتزام الكامل الذي تبديه شركة سكاتك لإنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير الفنية ووفقا للإطار الزمني المحدد.
اختتمت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وجاءت فعاليات الختام لبلورة العديد من القضايا التي تمت مناقشتها، وعلى رأسها تغير المناخ والتعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين المرأة في الملف الخاص بتحديات التغير المناخي. مع ختام فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، جاءت الجلسات النقاشية حول الطريق إلى الدورة 27 من مؤتمر كوب 27 وجهود الاستثمار من أجل المساهمة في البنية التحتية المستدامة من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر العادل. ورشة كان على إدماج المرأة في التغيير الأخضر وكيفية عمل على هذا البرنامج. واحد من الأساسيات أنه النظرة للمرأة في المجتمع ممكن أنه يشمل بعض الجوانب السياسية، بعض الجوانب الاجتماعية اللي نطلع عليها بشكل المساواة. مساواة مش عشان هي تكون رجل، ولكن انه هي تكون عندها نفس اعطاء نفس الفرص في التعليم في العمل ودعمها بهذا الجانب. كما تصدرت أولويات قضايا الختام أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق نتائج أفضل للمجتمعات على المدى الطويل، وذلك مع انطلاق المائدة المستديرة حول المنصة الوطنية لبرنامج نوفي، بالإضافة إلى ورش العمل التي تطرقت إلى التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي. في هذا الأسبوع ومن خلال جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ناقشنا العديد من القضايا الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية في أفريقيا والتغير المناخي، وبالطبع يأتي تمكين المرأة كواحدة من أهم القضايا المطروحة للحديث، كما تأتي قيادة المرأة في العالم العربي وأفريقيا في أجندة العمل المناخي، لأنه بالطبع دعم المرأة لا ينفصل عن تحديات التغير المناخي. هكذا جاءت فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتضع خطوة جادة على طريق تحقيق أهداف قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخ، أهداف عنوانها دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وقوامها تعزيز العمل المشترك والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرصه على متابعة كافة التحضيرات والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وخلال جولة تفقدية بالمدينة لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها على قدم وساق تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس، شدد مدبولي على التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة في إطار جهود الدولة الحثيثة للوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية بحماية البيئة، وعرض صورة للدولة الحديثة في مصر وجهودها في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030. وحرص مدبولي على تفقد تفاصيل أعمال التطوير داخل وخارج مطار شرم الشيخ الدولي، وأكد أن الحدث يمثل أكبر وأهم مؤتمر أو مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق من حيث عدد المشاركين ومدة انعقاده، وهو ما يستوجب ضرورة الحرص على استثمار انعقاد هذه القمة لتحقيق أكبر عائد اقتصادي ممكن من خلال الترويج السياحي لمصر بصفة عامة ولمدينة شرم الشيخ أرض السلام بصفة خاصة. استعدادات تجرى على قدم وساق لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، والذي تبذل فيه دولة جهودا كبيرة للتخفيف عن كاهل المواطن المصري، وتأتي على رأس تلك الجهود افتتاح معرض أهلا مدارس بجميع محافظات مصر. استعدادا لاستقبال الفصل الدراسي الجديد وفي إطار جهود الدولة للتخفيف عن كاهل المواطن، افتتح في محافظات مصر معرض أهلا مدارس بأسعار مخفضة تتراوح من 40% إلى 55%. ففي محافظة كفر الشيخ وتحت شعار افرح وفرح ولادك، تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ معرض أهلا مدارس لتوفير كافة مستلزمات المدارس للطلاب بأسعار مخفضة، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
المحافظ تفقد المعرض والمنتجات المعروضة للاطمئنان على جودتها وعلى الأسعار المعروضة، كما ناقش مع الأهالي المترددين على المعرض عن أنواع الملابس ومستلزمات المدارس وأسعارها ومدى ملائمتها لهم ولكل المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة بالمحافظة. في محافظة أسيوط افتتح المحافظ عصام سعد معرض المستلزمات المدرسية أهل المدارس بمدينة أسيوط ضمن 17 معرضاً تقيمها المحافظة بالتعاون مع وزارة التموين وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بمختلف قرى ومراكز المحافظة لبيع الملابس المدرسية والأدوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل من 30 إلى 35%، وذلك للتيسير على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من معرض أهل المدارس بأرض المعارض بمدينة نصر مراسلة التلفزيون المصري سالي سالم. أهلا يا سالي، يعني بعد التحية صفي لنا الصورة لديك ومدى إقبال المواطنين على المعرض. نعم، تحياتي لك أميرة ولمشاهدينا الكرام. بالفعل نتابع من أرض المعارض بمدينة نصر اليوم الختامي لفعاليات معرض أهل المدارس الذي افتتح من قبل رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الأول من هذا الشهر بعد 10 أيام. اليوم هو اليوم الأخير أو الساعات الأخيرة تحديدا من ختام هذه الفعاليات. إقبال كثيف من المواطنين من بداية هذا الشهر، وهو ما أشاد به العارضين داخل هذا المعرض. دعينا في البداية نتحدث ببعض التفاصيل عن هذه النسخة من المعرض والتي تقام وتنظم من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبرعاية وزارة التجارة والصناعة ومشاركة الغرفة التجارية وغيرها من الجهات. 200 أو أكثر من 200 عارض وشركة متخصصة في الأدوات المدرسية والزي المدرسي والحقائب وغيرها مما يحتاج الطالب والأسرة المصرية مع اقتراب العام الدراسي الجديد. كل ما يحتاجه المواطن والأسرة يجده هنا من هذه المستلزمات والأدوات، ونسب التخفيض تبدأ من 20% ل30% في هذا المعرض تحديدا، ولكن في بعض المنتجات تصل نسبة التخفيض إلى 50 و55%. إقامة هذا المعرض وغيرها من المعارض التي تقام من قبل الدولة على مستوى محافظات الجمهورية هو تخفيف عن كاهل المواطنين الأعباء والمصاريف التي تحتاجها الأسرة في بداية العام الدراسي الجديد بهذه التخفيضات. التخفيضات التي يحصل عليها المواطن هو نتيجة توفير هذه الأماكن من قبل الدولة بدون رسوم للعارضين، وهو ما يقلل التكلفة الموضوعة على هذه المنتجات التي تعرض هنا. إشادة المواطنين بالأسعار وبالجودة وبجودة المنتجات المصرية المتواجدة داخل أروقة هذا المعرض على مساحة 6000 متر مربع تم من خلال هذه الأيام 10 أيام وصولا إلى هذا اليوم إقبال كثيف من المواطنين. يعني حتى 11 مساء يستقبل هذا المعرض المواطنين من مختلف الفئات، ويعني وفقا للمشاهدات التي تابعناها أسر بأكملها تأتي إلى هنا لشراء كافة احتياجاتهم. بعد الساعة 11 مساء يغلق هذا المعرض أبوابه، ولكن تستمر معارض المحافظات المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها 23 معرضا أساسيا أو رئيسيا و 119 معرضا فرعيا، إضافة إلى عدد من القوافل المتحركة والمكتبات، وذلك في خطوات تمت خلال السنوات الأخيرة من قبل الدولة لتوفير هذه المنتجات ومحاربة الغلاء وإحداث حالة من الرواج الاقتصادي للصناعات المصرية وأيضا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. هذا هو أبرز ما يتعلق بمعرض أهل المدارس بمدينة نصر، والكلمة تعود إليك أميرة مرة أخرى في الأستوديو. سالي سالم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذه عناوين الأخبار. خلال اجتماعين منفصلين مع شركتين استرالية ونرويجية، الرئيس السيسي يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لدعم مشروعات الطاقة الخضراء والنظيفة. تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الرؤى الدستورية الأفريقية يتصدران أجندة اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية.
عقب تنصيبه رسميا ملكا لبريطانيا، الملك تشارلز الثالث يتعهد بتكريس حياته لخدمة المواطنين. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري، إلى اللقاء.